حيث مجزرة في جامع حمزة بن عبد المطلب في مدينة عنادان في ريف حلب الشمالي، بعد استهداف المسجد بالبراميل المتفجرة أثناء وجود عشرات الأطفال والنساء لحضور دروس دينية صباح هذا اليوم. حصيلة الشهداء حتى الآن هي 11 شهيدا وعدد كبير من المصابين كحصيلة أولية لهذا القصف. العدد قابل للزيادة نتيجة وجود مصابين في حالة خطرة حتى الآن. أيضا في الريف الحلبي شهد إصابة 6 مدنيين بجروح نتيجة قصف قوات النظام لبلدة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي، في حين تعرضت خان العسل وأورم الكبرى ومدينة وعزاز وتادف ودارة عزة في ريف حلب إلى قصف من قبل قوات النظام. أما انتقالا إلى مدينة حلب، فمعركة بتر الكافرين لا تزال مستمرة، حيث تمكن استوار من تحرير ظهر عبد ربه الاستراتيجية والتي تصل ريف حلب بحلب المدينة، وتتوسط الظهر الطريق الواصل بين المخابرات الجوية وسجن حلب المركزي طريق الكاستيلو. يعني هي نقطة استراتيجية، والجيش الحر يحاول السيطرة على المنطقة بأجمعها. أيضا نشهد في مدينة حلب قصف على محيط المخابرات الجوية. يعني هي المنطقة تقع تحت سيطرة جيش النظام محمد؟ لم أسمع. هي المنطقة تقع تحت سيطرة جيش النظام؟ نعم، تمكن السوار فجر هذا اليوم من السيطرة عليها، وهي الآن مع الجيش الحر ظهرة عبد ربه تحت سيطرة الجيش الحر، ولكن الجيش الحر لا يزال يحاول السيطرة على المناطق المتبقية منها الصلاصنية والإيرامون ومحيط المخابرات الجوية حتى الوصول إلى المخابرات الجوية. أيضا شهدنا قصف على حي صلاح الدين وحي سليمان الحلبي واشتباكات في حي الصاخور من جهة سليمان الحلبي، أيضا حي على قصف بستان باشا وغيرها من أحياء مدينة حلب، وعنف حقيقي من النظام باتجاه المدنيين من ناحية القصف. نعم، طيب في خلال هذه المعارك إن كان في حلب أو ريف الحلبي، محصلة عدد الضحايا لهذا اليوم محمد؟ نعم، ما يقارب 12 شهيدا حتى الآن في حلب وريفها حتى هذه اللحظة، يعني أكثر من 22 شهيدا حتى الآن. وضع المدنيين، إذا كان فيك تعطينا فكرة عن وضع المدنيين في هذه المناطق. وضع المدنيين سيء للغاية، يعني نتيجة قصف معظم أماكن ووجود المدنيين سواء في ريف حلب الشمالي أو الغربي، يعني هناك عشرات المدن والبلدات في ريف حلب تقصف بشكل يومي من قبل قوات النظام، وضع في حالة سيئة جدا. أيضا يعاني السكان من نقص في المواد المعيشية البسيطة، يعني حتى الخبز هناك نقص حاد، كمية الخبز المتواجدة في ريف حلب في صعوبة يعني بإدخال هذه المواد. نعم، صعوبة. أم الطرق مفتوحة؟ يعني نستطيع القول أن حلب يعني ربما دخول المساعدات إليها أسهل من غيرها نتيجة قربها من تركيا. بعض المنظمات الإغاثية تستطيع الوصول إلى حلب وريفها، لكن رغم ذلك يوجد هناك نقص في المواد الغذائية والمواد التموينية لدى السكان. نعم، أشكرك محمد الهادي مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها، شكرا.